واش يذكروك اسمع 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 لي اسمع لي تسمع لي طرحت السؤال طرحت السؤال وجاوبك طرحت السؤال طرحت السؤال انا ما يمكنليش طرح عليا سؤال ديال الشارع شي حاجه واحد سؤال واحد رفع دعوه واحد انا ماشي امنا الشريف وداروا البي في السوق السوداء انا مش انا هدرت لي على ودو شوف ودو شوف ماشي كنمي على النقل ودو السي محمد هوار لا زال ملتزما خل الاستراتيجيه ديالكم في المستقبل الفرنسي ديال المجديه وما طرحتهاش قبيل طرحها قبيل دابا دابا كل دابا انت واش غادي تبقى غير انت تهضر لا راه كنجاوبوا شوف راه كنجاوبوا راه كاين دابا دوزيام ديفيزيون دوك المستشارين اللي كانوا موعدينك لنا غادي يبانوا في التلفزيون وغادي يبانوا غادي ما غاديش يبانوا اذا هاد المستشارين يمكن لهم يتراجعوا او يمكن لهم يقول لك حنا نساعدوك ماديا ما كانش ما كانش الله يجازيك السي طارق واش لا سؤال هاي اخوان حنا بغينا كما قال السي عبقالة في البداية هذا ندوة صحفية وفي نفس الوقت حوار لأن الموجودات منكم جميع تمنا جميع ولكن ضعت أسئلة وضعت لائحة كاين أجوبة وكاين إخوان أخرين إذن إما أننا من يكملوا سمعتني من يكملوا ديك الوقيته غادي تشرى رائحه اخرى ذكره الجواب اللي كاين دابا لا ما ذكرش واش هو السؤال ديالي هو كان يكتب الاكراهات اللي قلتها سي حسن على انه يكتب لنا بيت الشك كيبان دو بلون بي بلون ا بلون سي بلون اكس دابا شنو هي عرف بلي انه من غادي يكتب المكتب ربما طيح المولو ديالو شنو هي الاستراتيجيه ديال انا كنكد عليها الاستراتيجيه ديال العمل ديالكم لانقاذ فريق المولوديه سواء فيتو على رئاسه الفريق اولا مشيتو من رئاسه الفريق شنو هي الاستراتيجيه خلينا نجاوبوا السي حسن لا نجاوبوا من الاولى حنا كنكتب راه كدرت التواصل مع مجموعه ديال المؤسسات بما فيها مؤسسه الوالي ومؤسسه هذه راه داخل في هذا الحوار مع هاد الناس اذا النهار اللي تكون الاجوبه كامله غادي تكون في جميع العام ان شاء الله وديك الخطاب غادي تشوف الجواب على السؤال ديالك غادي يكون واحد الوقيته واش كاين استقاله واش كاين مكتب جديد واش اذا هذا هو الاخوه غادي يكون في جوال العام لا تواصل دابا حتى كتهضر لي على الاستقاله دابا راه كاين مكتب اللي غادي اسمح لي انا ماركيت الاسئله ديالك سي طارق الاخوان الله يجازيكم بخير خصنا نكونوا شركاء في الحلول ديال هذا الفريق اما باش نكونوا دغمائيين ووثوقيين في افكارنا راه قادر انا نغوت وهذا يغوت راه انا احتراما لكم سجلت هاهي الاول شنو قال عقود اللاعبين 8 تصريح فوزي جمال ودو الثاني مارس درت له هذا جلب المستشارين رفع المنع الاستقالات المكتب انا الاسئله اللي دار كنماركيها شوف يجب ان نكون مسؤولين في كلامنا سي طارق اما باش نبغيو نخلقوا واحد الجو ديال البهرجه والبلطجه انا اسمح لي انا كنقول لك اسمح لي نوت شوف لا ماشي هو ما كنقولهاش انت كنقولها له هو لا اسمع لي شوف انا شوف شوف يدخل غير هو يحترم الاخوان ديالو يحترم الزملاء ديالو ما خلاش يكمل كاين شوف كاين 40 اسمع 40 واحد هنا الى كل واحد نعطيه 10 دقائق 400 دقيقه 4 السوايع اسمع لي شوف اسيدي انا الى خطا شوف الى اسيدي انا قلتها في السياق
الى اولى هو انا كنسحب صافي هنا بلا غدا بلا ماكله هلا عندنا التزامات ولكن نطلبوا الاستدعاء انا كجمعيه ديال الصحفيين كنطلب السيد الرئيس المحترم الله يجزيه بخير يقدم اعتذار للزملاء الى باقي الغص انا كاش اعتذار انا شوف حنا قلنا شوف حنا غادي شوف شوف اسي طريق اسي طريق انا ربما طريقه الفهم ديال شوف 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 طريقه الفهم ديالي ليك يمكن ما كانت صح و فهموا خويا الرا انا كنعتذر الا صدرت مني شي حاجه ولكن نتوما بيناتكم ما معتذرين واش غير واحد و 10 شكون هما وقلت ثلاثه كاين الموضوع اسمح لي المصطلح اللي استعملوه انا شخصيا انا كنقدر لان السي مدني رجل طيب رجل مزيان من سكويت نيرفز كما حنا السيد مدني راه اعتذر لكم ياك اسي اعتذر صحيح وشحال هذه الكلمه وانا كنت معكم غير واش تالي ولكن ما قال غادر لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب